انا شخصيا مش مؤمن بفكره الموضه دي خالص، ولا عمري مشيت على الموضه، ده حتى بيسموها صيحه، همشي ورا صيحه؟ اي حد يصيح كده همشي انا ورا؟ انا بمشيش على الموضه، والسبب بسيط جدا ومنطقي، انها وحشه. الموضه وحشه، ايوه، الناس بس بتاخد شويه وقت لحد ما تكتشف انها وحشه. امال الموضه بتتغير ليه؟ لو حلوه كانت كملت. كل شويه يقول لك الموضه دي ادمت، لا اصل الموضه السنه اللي فاتت كانت مش عارف ايه، لا بلاش تلاكيك بقى، لو حلوه كانت كملت. يعني الموضه وحشه. في طبعا شويه حاجات كده قليله قدرت تثبت نفسها وتثبت اقدامها بقوه، ودول طبعا استثناء، اللي هم ايه؟ الشنب، المانيكير الاحمر، وكلونيا خمس خمسات. دول طبعا خالدين، تحبيهم تكرهيهم، موجودين على الساحه للنهايه وموجودين بعنف. اظن في موضات كملت وهي مش مصدقه نفسها، في موضات غريبه جدا ملهاش اي وظيفه على الاطلاق، مع ذلك شقت طريقها وكملت لغايه النهارده. عندك مثلا اول راجل وقف قدام المرايه وقرر كراجل انه يلبس فيونكه في رقبته، هل كان يتخيل ان الرجاله هتلبسها لحد النهارده ويسموها بابيون وكده وبفلوس كتير وبتاع؟ لا لا، شك، هي نفسها مش مصدقه البابيونه. او مثلا الاوبليتات، اول واحد قرر ينجد كتافه ويغير خلقه ربنا ويبطن تلابيسه لسبب ما هو بس اللي عارفه بينه وبين نفسه، هل ده كان متوقع ان كل الناس هتمشي على خطاه للنهايه؟ برضو انا ما اظنش. غير كده الموضه بتاخد وقتها وتتكل على الله. لا، وبيجي عكسها كمان، عكسها بالظبط. يعني مثلا كان في ازمنه كانت الست المربربه المفتخره هي رمز الجمال والفلوس، وكل ما ترمي كيلو جرامات معاكي كل ما تحلو ومهرها يغلى. يعني مثلا قال لك ايه؟ ما تبطل تمشي بحنيه لا يقوم زلزال. ده كده ماشيه بحنيه، ده غير لو مدت بقى. انا مش هتكلم عن الجري، لان في مرضى قلب واطفال سامعيننا وبتاع، لانها لو جريت هيبقى تسونامي بقى. ازمنه تانيه قلبت العكس خالص، الست الهزيله ذات الهيكل العظمي البارز هي الشيء، ده عودك مرسوم على السنجه. شفت الصغيره دي اللي هي الرفيعه دي؟ السنجه دي، شوف الصفيفه قد ايه. او مثلا في اغنيه يقولوا فيها كنت فين وانا فين جيت لي منين، ما شافهاش، جت وعدت من قدامه مشيت ما شافهاش، رفيعه خالص يا عيني. لحد هنا الكلام ده يخش الدماغ، انما لما توصل ان لون البشره يبقى فيه مضاد، لا كده يبقى دخلنا في منطقه مش تمام. زمان كان بياض البشره مثلا شرط اساسي من شروط الجمال، قالوا زمان في الاغاني البت بيضه بيضه بيضه، البت بيضه ونعمل ايه؟ شوف الكلام، كلام كتير جدا تخرجش منه غير بمعلومه واحده، اللون مسيطر جدا، بيضه وخلاص، ويعيني من كتر ما هي بيضه ارتبك مش عارف يعمل ايه. مع بدايه تحرر المراه وخروجها للنور بدا السمار يظهر. تعرف طبعا ان النور بتاع الشمس مع البشره ممكن يعمل سمار خفيف وكده، السمار ابتدى يفرض نفسه على الساحه كلون ظريف عملي بيستحمل بيليق على كل حاجه. في الاول السمار دخل على استحياء كده، حتى الاغاني كانت تقول لك ايه؟ اسمر اسمر طيب ماله؟ بصي محرجين كده بيبرروا كده، وبقيه الاغنيه والله سماره ده سر جماله، بيحاول يقنعنا لسه ايه؟ مكسوفين، البنت اصلها كانت بيضه بيضه وما كانش عارف يعمل ايه؟ شويه شويه بدات الكفه تتوزن، بدا السمار ياخد وضعه، ظهرت الاغاني اللي بتتساءل بقى، قالوا السمار احلى ولا البياض احلى؟ مرحله انتقاليه، رايحين من البياض كده رايحين على السمار في تدريج طالعين، ام لغايه ما وصلنا للافتراء بقى. اسمر يا اسمراني مين قساك عليا؟ الاسمر هو اللي راكب دلوقتي ومسيطر، شاف نفسه خلاص فجر بيقسى على الناس، فاكر لما كانت بيضه ونيه ولذيذه؟ دلوقتي شفت نفسك؟ شويه شويه بدا الموضوع يتطور، جالنا البرونزي كسر الدنيا، ده اللي هو بني ميتاليك كده. ومن هنا بقى دخلنا في جنون التان، تان طبيعي، تان صناعي، كريمات، مكياجات، الحكايه وسعت خالص. كل درجات اللون البرونزي من البيج الهادي مرورا بالفيران الفاتح للجري الغامق، واللي نازل الشتاء ده بالمناسبه لو تحب يعني تلحقي نفسك اللي هو الجريج، اللي هي الدرجه اللي ما بين البيج والجري. جنان. الحواجب، حد في الدنيا يقول ان الحواجب بتعمل فيها كده؟ الحواجب دي مش بتعتبر من ضمن ملامح الوش برضو؟ بعدين ما بنتشطرش على الرموش كده ليه؟ حد يقول لي، مش معقول، خلاص ما بقاش عندنا شخصيه لدرجه ان شويه ناس يقرروا ان الموضه السنه دي هي الحواجب الدوجلاس اللي هو الخط الرفيع قوي ده، نقوم شايلين حواجبنا كلنا فورا ونسيب خط رفيع كده عديم المعنى خالص. السنه اللي بعديها يقرروا ان هم اتسرعوا وغلطوا ولازم يعوضوا الحواجب عن الاذى ده، فيعملوا ايه بقى؟ تطلع موضه ان هم يرسموا الحواجب التخينه قوي، وتتحول كل الستات لمحمود مرسي في فيلم فجر الاسلام. السنه اللي بعديها الحواجب الطويله لحد الودن، اللي بعدها الحواجب النص القصير جدا ده، اللي بعدها بقى يطلع التاتو، تاتو الحواجب علشان يقفل على المنطقه دي خالص، لون مصمت لميع خالي من اي شعر. معقوله في كده؟ عمليات التجميل جننت الستات حضرتك، نفخ وشد وربط وشفط، كل ده ليه؟ عشان نحارب الطبيعه؟ طب وايه النتيجه؟ هتحارب الطبيعه والطبيعه هتقف ساكته؟ عندك 50 سنه وقررتي تتحدى الطبيعه وتتحولي ل 20، تمام، تعالى نشوف مع بعض النتيجه تبقى ايه. ايه الاحسن بالذمه، انك تبقي ست عندك 50 سنه وشكلك ست عندها 50 سنه، ولا انك تبقي ست عندك 50 سنه وشكلك سلحفه عندها 20 سنه؟ بالعقل كده غيرت سنك
بس غيرتي فصلتك كمان. مفيش بني ادم شكله كده، محدش يتحدى الطبيعه يا اخوانا. انما الموضه بقى لما توصل للاكل والحلويات وللتدخين مثلا، ده يبقى اسمه ايه؟ السجاير اللف موضه، اللي الطبي موضه، المعسل الفواكه واللبان والاي سيجاريت هي موضه ولا اكتر؟ قصدي هي موته ولا اكتر؟ يعني لما دخل صدري اطران بالنعناع كده بقيت في امان مثلا؟ النيكوتين بالتفاح الطف يعني، مليان فيتامينات، مغذي. والاكل، الاكل يا جماعه، الاكل الكائن اللطيف اللي بيفرحنا ده كمان في موضه. ده معروف ان الاكل التقليدي هو اللي بيميز الشعوب. نقوم نيجي نفتي بقى احنا كمان في الحته دي، ضاقت بينا خلاص. انا فاكر زمان لما سمعنا عن الكنافه بالكريمه الدنيا اتقلبت. كنافه بالكريمه؟ معقوله؟ كنافه بالمكسرات معروفه. انا فاكر بابا ساب البيت يوميها، احنا هنكفر ولا ايه؟ اعتبرناه خروج سافر عن العادات والتقاليد، تجاوز وخنفسه وقله ادب. مش دلوقتي بقى فيه كنافه بالمانجا؟ طلعت موضه وكسرت الدنيا، مفيش راجل قدر يفتح بقه ولا يقول كلمه. كتمنا كلنا في قلوبنا وسكتنا لحد ما وصلت الكنافه للجمبري. بقى فيه كنافه بالجمبري في بعض المطاعم، مش عارف ويوم القيامه قرب ولا ايه؟ ولا الريد فيلفت؟ الريد فيلفت ايه؟ الريد فيلفت دي بقى كيكه حمراء ملزقه وعيش السرايا يمسحها من على الارض. برضه سكتنا لحد ما لقينا كحك العيد. كحك العيد يا مؤمنين بالريد فيلفت؟ لا لحد هنا ونقف. لا للعبث بتاريخنا، محدش يمس مقدساتنا، محدش يجتهد في الكحك. ارفع صاجك فوق، انت مصري. والهتافات موضه بالمناسبه.